ندير لكم واحد الهيبه انتما. الملاحظه دائما انا كنقولها كنقولها للاخوان، نسمح لي هذا بالضبط هذا ونعاود نكمل لكم. حيت خليت لابوليير الاولى هانتوما الاخوان، دابا غتنشدو هنا كانت التجربة ديال الشدان ديال الطيور بالطريقة اللي هي تبين لينا هانتوما، غنشد ليه الجناح ديالو. شتي لابارتي هنا فين كاين هداك الفرق ما بين الكولوغاسيون ديال الفيزاج وديال لابواتخين. ها هما بالنسبة للجنيحات الكتاف، الكتاف تاهما لي سون بيان كولوري لي جون. هادي دابا هادي مالينوا، مالينوا بالاب بالجدود بالجدود جدود بالاصل ديالو بالتصيلة ديالو كاملة مالينوا. ولكن باش تعرفوا بان المالينوا فيها لا كولوراسيون، فيها الموزايك وفيها الشيمال وفيها لانتونسيف. كنديرو دابا كنديرو التقطيرة طويرات ندير ميكسي وكندير لي فوميك، فوميك كناخدها وكندير ليها وكنخدم بيها وكنحافظ ليها في سميتها، حيت كندير ليها غير باش نخدم، كندير ليها غير واحد الشوية باش نخدم. نعم الله ملي كتبغي تقفز الطويرات ضروري غدور عليهم وتعطيهم دير ليهم التقطيرة ديال الجنين ضروري، متغفلش عليهم في هاد المسألة هادي، متغفلش عليهم. شنو سبحان الله العظيم هدا الشي هدا فيها هاد لي طاش لتحت في تحت من الجناح ديالو سبحان الله العظيم. ملي كتجبدهم من الفوليير كتحاول تديري فيهم في الصحة ديالو، ملي كتبغي تقفز ديري في الصحة ديالهم باش ملي لقيتيه ناقص شوية ولا سميتو كتجبد الفوليير وتشوف مالو وتعطيه التريتمون ديالو إلا كان مريض. هذا راه خاص واحد الوقافة، غادي نشوف ليه الوقافة باش مننساوش، لأن جوج وقفات ضروري جاب الله. راه كاينة الوقافة لي حدا لي مونجوار، هذا قريبة لي الماكلة تفصح، ها ندير ليه شي وقافة أخرى نشوف شي قطيني كنت مكسيش مكسيش نقفل عليه هذا نقفل عليه هذا نساعد صبور. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، أنا كنديرها في السادسة من جهة الباب الثانية والأخرى واللي حدا اللي مونجوار كنديرها في الثالثة. والله العظيم خرجوا شويه بزاف الكره انتونسيف، ديما بزاف ديال الكره كنشك فيهم لان ما عرفتش دابا
خلي بالك انت راه باين باين ديك اللي كتشك فيه هو اللي كيكون لا كولوراسيون شويه كتلقى موزايك ولا شيمال خاصك تقلب التيب ديالو بحال دابا هذا راه باين تقدر بين التيب ديالو خارج ليه ما فيش مشكل هاد العام هذا ما خصكش تطوي راسك كريم وقيسين وانا ملي كنحفز في لاسين ديال شهر 10 ولكن تعطلات عندي لامين تعطلات عندي البدالة مخرجوش لي تطوي راسي من البدالة إلا بداو كيخرجو دابا ملي خرجو راه حفزتهم شوف ديال باقي واحد تقريبا شي 4 ديال الطيورين اللي باقيين في الفولير جيت نقفزهم شويه بان ليا ضعاف نتمنى الله التوفيق للاخوان جميعا الناس اللي غادي يشاركوا في الكونكور اللي كاين في البرنامج هذا العام الله العظيم راه باش تعرفوا راه ستالتون ماشي ايريديتير انه خاصو واخا ما يسمعوش الطير خاصو غادي يسمعو لي جوج غادي تصفر شويه من الفكره ديال الباصنا لانه بالنسبه لستالتون راه ما يسمعوش الطير يكون ستالتون مزيان مسموع مزيان بقا يكون ديال ثلاثه شنو غيكون ديال ثلاثة يكون صغير شتي إذا كان كيسمعو الطير إذا كان كيسمعو حيت كاينين دي ستالتون ديال 3 بوان ولكن كيكونو مسموعين هادوك كيجبدو نتوما الطير إذا كان سي ستالتون صغير وما فيش لا ريزونانس ميتاليك مدايرش صعيب على الطيور انهم يدخلوا في الريبيرتوار ديالهم بس كارتون كيبغي واحد الشبيه كيبغي الانسان خصو يصبر عليه صبر على الطيور الا كان متاكد بان راه كان في كاين في المتخ شونتير فيه ستالتون خصو يصبر على الطيورات حيت كاين ما كيخرجش السالطون ديالو في الاول حتى كتبدا تحطو كيزعم في سميتو كيبدا كيولف في لافولير كيولف زعما في القفيز ديالو ديك الساعة عاد كيقدر كيخرج هذا راه شفت هذا راه عيان هذا شوية غادي نزول بوحدو دونك الاخوان بالنسبه لك لسميتو اللي بي ميكس فينا حنا درنا الطبيره اللي قفزنا غندور على لا فولير ديال اللي في الميل غنشوف عاوتاني ندير لهم تا هما ندير لهم تا هما اللي بي ميكس فينا هما البنيات فريكيسات ديال 2023 هما درت لهم تيم بي سيولفا هنا في تسميتو في
دابا تقريبا دابا سي ثروازيام جور هادو لي تا هما لي فهمو هاد الجدورة الجدورة ديال العام هادو تا هما بعض الجدورة لي كنت لي خدمت بيهم هاد الفريق راه خرج لي من البولية الكبيرة هذا بقى لي راه دابا نشدو نرجعو لعند عند سميتو الفولير هادو عزلتهم هنا عزلتهم بوحدهم هذا ما كان الإخوان قسمنا معكم هذا الروتين ديال اليوم وتبارك الله عليكم نتمنى لكم التوفيق جميعا هذا المكان